تاني وصفة من تاني حلقة من حلقات أذربيجان، وهنعمل البامية. والبامية هي شبيهة جدا ببلح الشام بتاعنا، لكن هما بيسموها بامية علشان بتبقى الخطوط اللي في الجناب دي شبيهة شوية بيها. العجين معمول من 500 جرام دقيق، 2 كوب مية مغلية، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، رشة ملح، 1 بيض وزيت للقلي. أنا هحط المية المقلية عشان تغلي الأول، وبعدين نكمل المقادير. وعندنا شربات هيكون عبارة عن 200 جرام سكر، 200 مليلتر مية، 2 معلقة كبيرة عسل، ورشة جنزبيل. نحط كل مقادير الشربات مع بعض ونسيبه يغلي 5 دقايق. العجان هنحط الدقيق والبيكنج باودر والملح، وهنحط بعد كده عليهم المية المغلية. اوكي، المية كده تقريبا خلاص هتغلي، نشغل العجان ونحط المية شوية شوية. لما العجين يلم زي ما احنا شايفين كده ويكون درجة الحرارة بتاعته هديت شوية، هنحط البيضة ونضربها معها. كده العجينة جاهزة، هناخدها نحطها في كيس حلواني. هنيجي على الزيت وهننزلها ونبقى نقطع بالمقص. ونبتدي نطلعهم وهنحطهم في الشربات، وهم المفروض يقعدوا في الشربات لمدة 2 ساعة تقريبا قبل ما يتاكلوا عشان يتشربوا خالص بيه.
اوكي وهنقلبهم زي ما قلنا. هما مفروض يقعدوا في الشربات اكتر من كده، ساعتين تقريبا، لكن للتقديم دلوقتي هنطلعهم على طول.